الطريقة الثانية ناخذ بها فانل ابريشن او يسموها تو تري او سكشنال امبريشن تري. بهاي الطريقة الايدنتولوس اريا، طبعا هاي الطريقة نستخدمها فقط للكونفيشنال ايميديت دنتشر، ما نستخدمها للانترم ايميديت دنتشر. واي ارجو تجاوبون علي على المودل هذا السؤال. بهاي الطريقة الايدنتولوس اريا نعاملها معاملة الكومبليت دنتشر، يعني السبيشال تري مالتنا نسوي كلوز فيت. انواع السبيشال تري تعرفوها انتم، اكو نوعين، يا اما كلوز فيت يا اما سبيست. فهنا نسوي كلوز فيت، يعني ما نخلي طبقة مال واكس، مباشرة نسوي السبيشال تري، وهذا السبيشال تري يكون يمتد لللينجوال سيرفيس، يعني يغطي اللينجوال سيرفيس اوف انتيرير تيث ويجي قريب للانسايزل ايدج، ونسوي بي هاندل، وكل الريكويرمنت مال سبيشال تري نطبقها، انه لازم يكون اندر من 3 الى 2 الى 3 ملم على مود نضيف تريسنج كومباوند ونسوي بوردر مولدنج. الانتيرير اريا نسوي سبيشال تري ثاني يغطي الانتيرير اريا ويغطي جزء من السبيشال تري الاول على مود من نسوي ريموفبل بالامبريشن الثانيه راح يطلع قطعه واحده. طبعا هنا الايدنتولوس اريا نسوي بوردر مولدنج لنا وناخذ فاينل امبريشن. الفاينل امبريشن اللي ناخذها لازم تكون الزنك اوكسايد ايوجينول امبريشن ماتيريال او البولي ايثر او السيليكون لايت بودي اذا كان عندك سيفير اندر كات. طبعا اوف فاينل امبريشن انه نحصل على ماكسيمم اكيورسي ريكورد للتشو، ماكسيمم اكيورسي ريكورد اوف ذا تشو، على مود نقلل البوست انسيرشن ادجستمنت. واضح؟ البوستيرير اريا بهاي التري، شوفوا اخذنا هنا الفاينل امبريشن، هنا مستخدم اللايت بودي اديشن سيليكون لايت بودي، والانتيرير اريا بالسبيش بالتري الثاني اللي سويناه، يا اما سبيشال تري قلنا ناخذ بي ناخذها بالالجينيت، فالامبريشن تكون بها سكشنال، عندنا بوستيرير مغذيه باللايت كيور والانتيرير بالالجينيت. او مرات نستخدم ما نسوي سبيشال تري، الكوستم الستوك تري نفسيته ناخذ بيه للانتيرير اريا فتطلع قطعه واحده. المهم بهاي التكنيك انه لازم يجي قطعه واحده الانتيرير بارت مع البوستيرير بارت، ما يصير بيها فاصل او يصير بيها مثلا فد خلل، فراح لانه اذا صار بيها فد مشكله ما راح يجي الدنتشر يقعد مضبوط. فاما يا اما الطبعه الثانيه التري الثانيه، يا اما نسوي سبيشال تري جديد يغطي الانتيرير اريا، او نستخدم الستوك تري يغطي كل الاريا دنتشر بيرنج ارست، من ضمنها الفاينل امبريشن اللي اخذناها تكون تطلع قطعه واحده. وراها نصبها طبعا بستون، نصبها بستون وراها نسوي الريكورد بيز مع البايترم، وهاي الخطوة إذا كان نستخدم الانترم immediate denture ما نسوي record base ولا بايترم. واي فقط بالconventional immediate denture ناخذ جو ريليشن ريكورد، أو إذا كان عندنا anterior و posterior teeth لكن هذه التيث يكون مو يعني شلون نقولها مبعثرة بأماكن مختلفة وما ما يكون عندنا ستوبر بين الأبر واللور تيث، يعني ما نقدر نسوي دايركت أوبوزيشن أوف ذا كاست، فبهيج حالة نسوي ريكورد بيز وبايترم وناخذ الجو ريليشن الفيرتيكال دايمنشن الريست والكلوجن. لازم الفرق بيناتهم من 2 إلى 4 مللي مثل ما قلنا اللي هو الفري واي سبيس.
هنا الناتشرال تيث راح تنطبع بالواكس بالبايترم ونسوي بين الابر واللور ونسوي ماونتينج على الارتكليتر. ورا ما كملنا قلنا السنتريك جو ريليشن ريكورد انه بنسوي الارنجمنت والتراي ان ايفالويشن. اذا كنا قررنا نستخدم الانترم ايميديت دنشر ما راح نسوي تراي ان، بينما اذا سوينا كونفنشنال راح نسوي ارنجمنت فقط للدنتشولس اريا. شوف فقط للدنتشولس اريا ذن التيث تسوي اكستراكشن بالجلسه الانسرشن ونسوي انسر. ورا ما شيكنا الفيرتيكال دايمنشن والاوكي بالتراين انه بندزل المختبر على مود يسوي تريمينج للتيث. وطبعا مثل ما قلنا مثل ما تذكرون انه نطي للتكنيشن نطي ايش قد الدبث مال البوكيت على مود التريمينج مالتنا يجي مضبوط وما بي اي مشكله. اذا اجى التكنيشن وقص وسوى تريمينج بدون اي معلومه على البوكت ديبث او اذا كان البيشنت يعاني من البريودونتال ديزيز من السوي اكستراكشن راح يصير الديبث او الهايت اوف ذا بون اوف ذا الفيولر ريدج راح يقل وراح يصير عندك سبيس بين الدنتشر والبرج. انا قاعد اسوي سيتنج طبعا اللي يحتاج انه يسوي موديفيكيشن للنيك مال التوث الى على مود يقعد مكانه الصحيح. ورا ما سوى تريمينج لل all the teeth in the cast سوى full arrangement for complete denture. قبل لنسوي processing وفلاسكينج لل immediate denture لازم نسوي surgical template او يسموه surgical guide. شنو فائدة هذا السيرجيكال جايد؟ السيرجيكال جايد على مود يعطينا فد جايدنس للشيبينج مال الالفيولار ريدج بجلسة الاكستراكشن بعد ما نسوي اكستراكشن. يعطينا جايد للسيرجيكال شيبينج ذا الالفيولار بروسس وبوقت الاكستراكشن. شلون نقدر نسوي هذا؟ طبعا هذا لازم يكون شفاف. لازم شفاف. واي نجيب الماستر كاست ورا ما سوينا له تريمينج للتيث ناخذ له طبعه بالالجنيت ونصبها بالستون وعلى هذا الدوبليكيتنج كاست نسوي عليه السيرجيكال جايد. والسيرجيكال جايد ممكن يكون كولد كيور او كيميكال كيور اي نوع من السيرجيكال او من الاكريليك المتوفر عندنا. وراها نسوي بروسيسنج وفينيشنج للايميديت دنتشر ونحافظ بقدر الامكان على البوستيرير اندركات على مود شويه نحافظ على الريتينشن مالتنا. ورا ما كملنا البروسيسنج والفلاسكينج نسوي ديس انفكشن او ستريلايزيشن لل سيرجيكال جايد وللايميديت دنتشر قبل ان ندزه للمختبر على مود الانسيرشن. بجلسة الانسيرشن اذا كان المريض عنده الارتش يريد نسوي له بي ايميديت دنتشر عنده بريدج او بريبريشن للاوفر دنتشر لازم بالبداية نسوي نقطع هذا البريدج نسوي له سكشننج ونوخره والاوفر دنتشر الاباتمنت نسوي لها برايمري بريبريشن مو فاينل. ورا ما يصير عندنا كومبليت هيلينج يعني نسوي فاينل بريبريشن لل اوفر دنتشر اباتمنت مال اوفر دنتشر. ورا نسوي اكستراكشن للتيث. ورا ما سوينا اكستراكشن نيجي نسوي انسيرشن للسيرجيكال جايد. يكون الانسيرشن والريموفابل مال السيرجيكال جايد يكون ايزي ما يصير اي انترفيرنس او اندركات. المنطقة اللي تكون بيها يصير منسوي سيرجيكال جايد اللي سوي الانسيرشن اللي تكون بيضة كلش طوخ هاي معناتها بسوارة برجر اريا فهي رادلها ريليف وتريمينج
إلى أن يكون الانسيرشن والريموفال مالته ما بي أي انترفيرنس. ذاك الوقت نضمن أنه الدنشر الميديا دنشر من راح نسوي الانسيرشن راح يجي يقعد بمكانه صحيح. طبعا المريض بهاي الجلسة بجلسة الانسيرشن ما نقدر نستخدم البرجر انديكيتنج بيست، ولازم نسوي كومبليت ادجستمنت للاكلوجن، سوي انسيرشن يكون يصير عندنا قد انسيرشن او سيتنج اوف ذا اميديت دنتشر وما عندنا بريماتشور كونتاكت. سوي سلكتيف جرايندنج ناخر كل الهاي سبوت. البرجر انديكيتنج بيس نستخدمه فقط يكون نحدد اللينث مال الدنتشر بوردر إذا كان بيها أوفر إكستنشن، لكنه ما نخليها بالتشو سيرفس لأنه إذا دخلت للسوكت راح تسوي لنا إنفكشن وتسوي لنا مشاكل إحنا في غنى عنها. طبعا العملية أو الوقت التايم أو الجلسة الإنسيرشن أول ربع ساعة نسوي ريفيو للهيستوري ونطي لوكال أنستيزيا، من ربع ساعة إلى ساعة نسوي إكستراكشن والسيرجيكال مالتنا والانسيرشن مالتنا والادجستمنت ياخذ وقت من ساعة الى ساعة وربع مع الانستراكشن للبيشنت. المريض اهم شيء اول 24 ساعة يكون مينز الدنشر مالت، لانه اذا نزع بهاي الفترة راح بعد ما نقدر نسوي ري انسيرشن الا بعد مرور 3 الى 4 ايام، وبهيج حالة ما راح يكون immediate denture. إذا أجي المريض قال لك أنا هذا شوي بي loosening أو قل له تحمله بس هاليوم هذا، يعني تقدر ترجع بمكانك يعني بلسانك أو ثبته بقدر الإمكان. خلال هال 24 ساعة نستخدم soft diet والورم مال الاكستراكشن نقدر نخففه بأنه نخلي ice back على مكان القلع لمدة 20 دقيقة on و 20 دقيقة off. الدايت مالتنا لازم يكون soft خلال أول 24 ساعة. نتجنب غسل المضمضة وغسل الدنشر، نطي طبعا analgesic على مود البين، والمريض أكيد أنه نقول له راح تبقى فد بقايا دم فيكون السلافة مالتك بيها شون تصير على لون أحمر، هذا في الشيء طبيعي. وراء 24 ساعة الدينتست انت توخر الدنشر مال او الاميديا الدنشر مو البيشن تخليه وخرة، تعالج السورس بوت العدة. ما نقدر نستخدم البرجر انديكيتنج بيست بال 24 ساعة هاي، ممكن وراء 24 ساعة نقدر نستخدم تيشو كونديشنر على مود نزيد الريتينشن مالته، لكنه الاستخدام مالته يكون بحذر على مود ما نخلي فتشي يدخل للسوكت ويسوي لنا انفكشن ويسوي لنا مشكله. هنا نستخدم قلم قوبيا على مود نحدد السور سبوت. شلون نحددها؟ المنطقه اللي يصير عندك بيها برجر اريا راح تكون بيها شويه السر مجروحه، فنعلمها بالقلم قوبيا ونسوي انسيرشن للدنشر راح تنطبع هنا بالدنشر، نسوي لها ريليف. عادة الليبيال فلانج نسويها ثيك على مود إذا سوينا هنا تريمينج ما راح يصير ثن ويأثر على الثيكنس ويأثر على السترينث اوف ذا دنشر، لأنه إذا سويناها ثن ونطلع عندك برجر اريا وسويت لها تريمينج راح احتمال يسوي بيرفوريشن بالدنشر ويسوي لك مشاكل. ورا اسبوع يجيك المريض هم نسوي له ريليف للسور سبوت، بهذا الاسبوع نقدر نستخدم برجر انديكيتنج بيست، وطبعا نوخر السوتشرنج ونقدر نستخدم تيشو كونديشنر البدله مالته ونسوي ريفاين للاكلوجن اذا صار عندنا فد مشكله بالاكلوجن، وهاي الريفاينمنت مال الاكلوجن نقدر ناخذ مثلا كاستات او امبريشن للابر واللور دنشر، وإذا كان الأبوزيت هو مو دنشر إنه ناتشرال دنتيشن نقدر ناخذ له طبعة بالألجينيت ونسوي ماونتنج على الأرتكليتر ونسوي نعالج
deflective contact pressure area. طبعا نشيك الفرينم ونشيك كأنما دنشر عندنا طبيعي. لازم يكون عندنا bilateral contact و even contact anterior posterior. مثل ما قلنا لازم يكون عندنا balanced occlusion أو lingualized occlusion عادة. شوف هنا أنا ورا أسبوع هماتي طلع عندنا فد مشكلة بالإكلوجين الهيلينج بدأ عند البيشنت نوب وسوي له فلو أب. الفلو أب مالتنا أنه البحوث وجدت خلال 8 أشهر إلى سنة راح يصير يعني complete calcification بالسوكت ورا ما ينقلع السن، يراد له من 8 اشهر الى 12 شهر. والبون فوليوم مال الرج راح يقل بنسبه 20 الى 30% اول سنه. لذلك انه المريض لازم تتفقوا يعني انه يحتاج دائما نستخدم تشو كونديشنر على مود نسوي ريفيت للدنشر عندما يكون بحاجته. طبعا ري لاين او ريميك دنشر عاده نسويه ورا 6 اشهر الى 9 اشهر. وهي كلها لازم باتفاق مع المريض مثل ما قلنا بالسلايدات القبل. عادة يكون الريج ريزوربشن يكون سريع خلال اول 3 اشهر من الانسيرشن اوف ايميديت دنشر. بعد التغيرات اللي تصير بالرج تعتمد على معدل وكمية البون ريزوربشن اللي يصير عندنا والدنشر هيوجين مال المريض والطرق اللي تقدمها بالإضافة لأي طبيعة الأكل مالته والهابتس العدة مثل سموكينج أو غير هابتس. شوف هنا يكون فلو أب للبيشنت. طبعا هذا الدنشر كنت تحتفظ به على مود تراول المريض انه شلون صار عنده الهيلينج. من يصير عنده كومبليت هيلينج انه بنسوي يا اما ريلايننج يا اما ريميك دنشر. اذا كنا نستخدم الانترم نسوي ريميك، واذا كونفنشنال نسوي له فقط ريلايننج. هاي الفاينل انسيرشن. مثلا هذا حكينا كله كان على الكومبليت ايميديت دنشر. البارشل ايميديت دنشر عادة يكون من الاكريليك ويكون فشي مؤقت. ورميك يصير عندنا complete healing لازم يتحول الى cast removable partial denture اللي هو chrome cobalt. كل هاي الدنشر قاعد نشتغلها احنا بالاكريليك بالنسبة للبارشال كلها تعتبر temporary. ذني اشتغلتوا بالرابع الdefinite denture هو الchrome cobalt denture. اجاك مريض عنده partial denture عند احد اسنانه سواء الاماميه او الخلفيه لازم ينقلع، قررت انه هذا ينقلع والمريض قال لك انا ما اقدر ابقى بدون سن وهذا الدنشر بارشل مالتي يعني متعود عليه وما اريد اسوي واحد جديد، فلازم نضيف على هذا الدنشر سن مكان هذا راح ينقلع. طبعا البروسيجر مالتنا شو راح تكون؟ البارشل دنشر لبسه للمريض، خليه انسايد بيشت ماوث، ناخذ امبريشن بالالجينيت. من راح نوخر الامبريشن راح يطلع البارشل دنشر وين؟ بالالجينيت. راح نصبه بستون. طبعا قبل نسوي نصب الامبريشن مع البارشل دنشر لازم نخلي سيبريتنج ميديوم على التشو سيرفيس اوف ذا دنشر، لانه اذا صبنا مباشره بدون سيبريتنج ميديوم راح يصير صعوبه شلون نطلع الكاست من البارشل دنشر. ورا ما وخرنا فتحنا الامبريشن التوث راح نعوضه نسوي له تريمينج من الكاست ونخلي مكانه ارتفيشال تيث او توث. ورا بجلسة الانسيرشن راسا نقلع التوث ونسوي الانسيرشن للبيشنت. طبعا انا اشكركم، اتمنى اكون قد وفقت في تقديم هاي المحاضرة. وأي سؤال
سؤال أني جاهز إن شاء الله.